ليه كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. ان شاء الله النهارده يكون يوم نصر ويوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي. النهارده يمكن فصل الكبير والمرحله والتحديات الكبيره اللي اتكلمنا عليها قبل كده، من بطوله الدوري العام بترجع لبطوله الافريقيه وبترجع لبطوله الدوري العام مره من جديد. لكن هذه المباراه الحقيقه النهارده مباراه الاهلي وانبي محتاجه حسابات عديده جدا ومحتاجه ترتيبات فنيه، وايضا كمان لدى لاعبي النادي الاهلي، لان يمكن كان ظهورنا، انت عارف كابتن ايمن، الظهور الاخير في بطوله الدوري كان في تعثر في المباراه الاخيره اللي جمعت النادي الاهلي والبنك الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله مع المعنويات المرتفعه للاعبين ومع الحاله الفنيه الطيبه جدا اللي احنا لمسنا الحقيقه على مدار الفتره الماضيه، ان شاء الله باذن الله تكون مباراه جيده من نصيب النادي الاهلي، والثلاث نقاط يكونوا مهمين جدا، لان بطوله الدوري احنا عندنا مؤجلات، فهي مرحله تجميع النقاط ان شاء الله النهارده تكون نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين فريق انبي، يعني ما تيجي تبص على الجدول يا كابتن ايمن، نادي انبي في المركز الثاني. طبعا النادي الاهلي يمكن عنده مؤجلات، ويمكن كمان بعض الانديه عندها مؤجلات، لكن هذه المباراه تحديدا لابد النادي الاهلي يدخل فيها بكل قوه، لان احنا عندنا مباراه ثم بعد كده مباراه الزمالك. فعشان كده مش عايزين يكون في اي انشغال في ذهن لاعبي النادي الاهلي بمباراه الزمالك، لسه كمان عندنا مباراه زد النهارده تكون مرحله نقفل الصفحه نبص على اللي بعديها. فان شاء الله النهارده تكون مباراه الاهلي وانبي على استاد القاهره، هي مباراه مؤجله طبعا في بطوله الدوري العام في تمام العاشره مساء، تكون من نصيب النادي الاهلي بالهتاف الكبير وبالمجهود اللي بيبذل سواء من جمهور النادي الاهلي او من الجهاز الفني. ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح لفريق النادي الاهلي. كالمعتاد متواجدين في فندق الاقامه، الامور الاعتياديه الرمضانيه بقى، يعني خلاص بنقول لكل الشعب المصري خلاص كان العيد قادم، كل سنه وكل الشعب المصري وكل جمهور النادي الاهلي بخير. النهارده نقدر نقول اخر مباراه في شهر رمضان لفريق النادي الاهلي، فيا رب تكون زي ما بنقول قاعديه على جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي اداء ونتيجه النهارده. ان شاء الله باذن الله كل نجومنا اللي هيكونوا متواجدين 11 راجل في الملعب زي ما عودونا، عندنا غيابات، عندنا اصابات، الروتيشن مطلوب والتدوير مطلوب، وده اللي ممكن نشوفه النهارده كابتن ايمن من خلال دفع ببعض اللاعبين واراحه بعض اللاعبين، لان زي ما بنقول مفيش وقت، عندنا كل 48 ساعه مباراه. فعشان كده لابد ان الكل يكون جاهز، ودي الرساله اكيد اللي مستر كولر اكد على كل لاعبي النادي الاهلي، الجاهزيه التامه لكل اللاعبين ده امر مهم جدا. الدفع، مين هيكون متواجد، مين هيكون توظيفه غير توظيف زميله، دي امور كلها بتترك للجهاز الفني. المهم ان انت تكون جاهز بدنيا وطبيا وفنيا، وطبيا تحديدا كمان بيكون امر مهم جدا، لان الاصابات عديده، عندنا اصابات مطوله اخرها حسين الشحات اللي بنتمنى له كل السلامه ان شاء الله. حسين الشحات واحد من الاضافات القويه جدا، قيمه كبيره جدا، خبراته كبيره جدا، عارف قد قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، ايضا كمان بجانب امام، بجانب الشناوي، بجانب ياسر ابراهيم. لكن ان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه وبعد العيد يكون رجع لنا عدد من لاعبي النادي الاهلي المصابين. الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا في فندق الاقامه، الترتيبات اللي احنا عارفينها، الامور الاعتياديه، المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه، مستر كولر اللي بيتكلم طبعا على التكتيك، نقاط القوه والضعف، التحرك، كل الامور دي، سيناريو المباراه هيكون ماشي ازاي. ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح زي ما بنقول، وباذن الله النهارده تكون فرحه ونصر وثلاث نقاط واداء يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد يا كابتن ايمن هنكون متواصلين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم لحظه بلحظة. بننقل كل الاجواء والكواليس الخاصه من مباراه اليوم الاهلي وانبي حتى ملعب المباراه استاد القاهره، وان شاء الله باذن الله نكون في الاستاد، نطلع من جديد لينك معاك كابتن ايمن، ننقل الصوره والاجواء، حضور الجماهير، الاجواء الطيبه اللي احنا عارفينها على استاد القاهره، وان شاء الله باذن الله نكون مستمرين معاك بعد المباراه بمكسب ونصر للنادي الاهلي.